مرحبا بكم أصدقائي. تتميز كل دولة عن الأخرى بخصائص مختلفة لظروف الحياة والمعيشة، وكما هو معروف أن أمريكا هي واحدة من أكثر البلدان راحة للحياة، لكن حتى هنا الأمر ليس كافيا فحسب، بل يؤثر على العديد من الأجانب، فقد تبدو لهم بعض الأشياء غريبة أو حتى غبية. على سبيل المثال، ربما لاحظت أن الناس في الولايات المتحدة الأمريكية لا يخلعون حذاء الشارع في المنزل وغير ذلك من الأشياء الغريبة. في فيديو اليوم سنتحدث عن ذلك وعن الميزات الأخرى، لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. أولاً، المشي في المنزل بأحذية الشارع. كما لاحظتم أن الأمريكان يتجولون بالحذاء في المدينة، وهو نفس الحذاء يتجولون به في المطبخ وفي غرفة المعيشة الخاصة بهم، ويتسلقون بأقدامهم على أريكة بيضاء كبياض الثلج. يبدو أنهم يخلعون أحذيتهم فقط عند الذهاب إلى الحمام، لكن يبدو لنا هذا شيء غريب للغاية، وذلك لأننا قد اعتدنا على حقيقة أنه يمكنك جلب طن من التراب والقذارة معك من الشارع أو حتى بمجرد الذهاب إلى أقرب سوبر ماركت. اعتدنا على ألا نمشي كثيرا في الممرات وأحذيتنا متسخة مليئة بالقذارة، لكن يبدو أن عادة المشي في المنزل بأحذية الشوارع لا يمكن أن يتباهى بها الأمريكيون فقط، ولكن أيضا البريطانيون والإستراليون والنيوزيلنديون والألمان والإيطاليون والعديد من الدول الأخرى. حقا يا لها من عادة غريبة للغاية. أحد الأسباب الرئيسة لهذه العادة الغريبة بالنسبة لنا يبدو أن الموقف تجاه النظافة هو حقيقة أن الأمريكيين يتحركون أكثر بسيارتهم الخاصة أو سيارات الأجرة التاكسية. هم ببساطة ليس لديهم أحذية قذرة، ولا يمشي الكثير منهم سيرا على الأقدام، ولكن يتم إنشاء ظروف مواتية لهم مثل الأرصفة والطرق السريعة والتي يتم غسلها بالماء من مرة إلى 3 مرات في الشهر، مع إضافة منتجات التنظيف الصديقة للبيئة. ولهذا السبب يمكن للمشاة التجول في الشوارع دون قلق، وبذلك لا يشعرون بالقلق بشأن الأحذية القذرة. وفي البيت نادرا ما يغطي الأمريكيون الأرضية بالسجادة، وبدلا من ذلك يستخدمون أغطية الأرضيات التي يمكن تنظيفها بسهولة أو استبدالها بأخرى جديدة. ثانيا، قياس درجة الحرارة في الفم. لقد اعتدنا جميعا منذ فترة الطفولة على قياس درجة الحرارة من خلال وضع ميزان الحرارة الترمومتر تحت الإبط لدينا، لكن اتضح للأمريكان أن هذه الطريقة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير وغير مستخدمة أبدا، فهم يعتقدون أن هذه الطريقة ليست دقيقة للغاية وغير مريحة بالنسبة للمريض، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة تحت الإبط الأيسر أعلى من درجة الحرارة تحت الإبط الأيمن ب0.3 درجة. لذلك من الشائع في الولايات المتحدة قياس درجة الحرارة في الفم باستخدام مقياس حرارة رقمية يجب وضعه تحت اللسان. بالمناسبة، درجة الحرارة في التجويف الفموي تكون أعلى بمقدار نصف درجة تقريبا من أسفل اليد اليسرى. ثالثا، لماذا يوجد العديد من الأشخاص المشردين في أمريكا؟ يمكن لأي شخص كان في الولايات المتحدة أن يلاحظ وجود عدد كبير من الأشخاص المشردين في الشوارع. علاوة على ذلك هم يختلفون عنا، فهم لا يختبئون في الزوايا بل يعيشون بشكل صريح أمام السياح والشرطة. فالوضع طبيعي تماما عندما يعيش المشردون في خيام في قاعة المدينة أو على الشاطئ. لا أحد يعرف بالضبط كم من الأشخاص المشردين في الولايات المتحدة بتقديرات متواضعة، وهناك أكثر من 3 مليون مشردة. الواقع أسوأ بكثير، فكيف حدث ذلك؟ في تقارير رسمية أشار المسؤولون إلى 3 أسباب لزيادة التشرد: نقص توافر المساكن بأسعار معقولة، الفقر والبطالة. في حقيقة الأمر هناك الكثير والكثير من هذه الأسباب، فإذا بحثت جيدا سيصبح من الواضح أن العديد منها قد نشأ نتيجة للسياسات الأمية. على سبيل المثال، في الـ50ينيات أوقفت السلطات الأمريكية التمويل في مستشفى للأمراض العقلية، وكان على معظم المرضى الذهاب للعيش في الشارع. مشكلة نقص المساكن هي أيضا مشكلة خطيرة للغاية، وترجع إلى حقيقة أن الصيانة الشهرية ليست باهظة التكلفة على حساب السكن فقط، بل تأخذ معظم دخل الأسرة. فإذا كان هناك شخص واحد يعمل في العائلة، فإن المال بشكل عام يتوقف عن أن يكون كافيا، ثم يتم طرد المتعثرين إلى الشارع. رابعاً، استخدام المغاسل العامة.
بالتأكيد عند مشاهدة أفلام هوليود كل واحد منا طرح سؤالا، لماذا لا يغسل الأمريكيون متعلقاتهم في المنزل ولكن يستخدمون المغاسل الأوتوماتيكية العامة؟ السبب الأول لمثل هذا الخوف هو الأمن المفرط، حيث يعتقدون دائما أن غسالة المنزل يمكن أن تؤدي إلى فيضانات أو ماس كهربائية، فالملاك لا يريدون تحمل المسؤولية عن إصلاح الغسالات والتأمين الإضافي. السبب الثاني عدم وجود تهوية العادم في معظم الشقق، حيث لا يجفف الأمريكيون الملابس على حبل الغسيل ويستخدمون المجففات الكهربائية فقط، بالإضافة إلى أنه غير مسموح بالاتصالات لتركيب الغسالات، والاتصال المستقل للشبكات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في القانون. هذه سمات الحياة تطورت على مر السنين، هناك نوع من العادات والتقاليد، الذهاب إلى المغسلة في عطلة نهاية الأسبوع مع عائلات بأكملها ومجموعات من الأصدقاء، وبهذه الطريقة تحول الغسيل إلى هواية ممتعة عند الأمريكيين. خامساً، المرحاض الصاخب. المراحيض الأمريكية هي قصة منفصلة بذاتها، فلا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر. تبدو المراحيض الأمريكية غير عادية، يوجد بها شيء ما مخيف لأول مرة نراه. يبدو الماء دائما نصف ممتلئ في وعاء، يبدو للوهلة الأولى وكأنه مرحاض مكسور، وبمجرد أن تبدأ في التدفق سوف تبدأ في الارتفاع أعلى من ذلك. يبدو الآن أنها قد ذهبت على الحافة، ولكن لا، بعد ذلك سوف تختفي في المجاري للحظة، وهي تصدر ضوضاء عند انزلاق مياه الصرف الصحي يشبه ضوضاء إقلاع الطائرة. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، اكتب في التعليقات ما هي الشذوذات الأخرى التي لاحظتها بين الأمريكيين. لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.